ستة شهور توا في نيم في جامعتي اللي أنا فرحان اللي أنا فيها. التجربة هذه بديت خممت لها عندها معناها ثلاثة ولا أربع سنين باش نكمل بعد نكمل قرايتي باش تبدأ مسيرتي الاحترافية. الجمعية هذه كنت باتصال معها من عام ناول، ومع مع الاجون تاعي هو اللي عاوني باش كنت في اتصال مع جمعية نيم. التجربة هذه بدأت من شهر اكتوبر. التجربة هذه كانت صعيبة شوية من الأول كما هي التجربة، خاطر البروفيسيوناليزم ماهوش الاحتراف ماهوش سهل، وان بليس كل شيء تبدل عليا، معناها النيفو الدنيا بعيد على دارنا بعيد على اصحابي، معناها شفت هوند اخر دنيا اخرى عباد اخرين من جنسيات الكل. أنا فرحانة بالتجربة ذي وبالمغامرة اللي نسميها هاني اللي بديت على خير، خاطر ديما البداية صعيبة وديما الانطلاق أصعب. أنا معناها أوبجيكتيفي كبير، وأوبجيكتيفي باش نتحسن ونتألق من سيزون سيزون، وإن شاء الله ربي يوفقني. وهذا ما يجيش بالساهل، يجيك بالصبر وبالخدمة وبالتعب. سي نورمال، لازم واحد يتعب ولازم يصبر برشا. والله انا مرتاحه على الاخر في جمعيه هوني، معناها لقيت كان عباد باهين وجمعيه باهيه، معناها النيفو باهي واللعب باهي. خساره احنا معناها الجمعيه من اول عام معناها فما برشا اصابات، وحتى مره جمعيه ما لعبت كامله، هيك علاش توا نلعبوا معناها الفاز الثانيه نتاع الشامبيون، نلعبوا لي بلاي داون. بورتون معناها جمعيه نيم كانت من معناها سيزون الموسم الفارط والمواسم الفارطه كانت ديما تلعب بلاي اوف وديما تلعب على السته مراكز الاولى. سنه معناها من اول سيزون فما برشا اصابات وبرشا لاعبات ما لعبوش، ولاعبات اساسيات ما لعبوش، ومعناها حد كبير من الاصابات اللي حرمت ليكيب هذيا باش تكون في البلاي اوف وباش تكون من احسن ليكيبات في الشامبيونا. اما توا نلعبوا ان شاء الله باش نلعبوا البلاي داون، نبداو 27 افريل ان شاء الله، ونحن نلعبوا على معناها على المانتيان بقاء في الدرجه الاولى اللي هي معناها مهمه صعبه شويه، وان شاء الله ربي يوفقنا. وبالنسبه لي اني معناها اني مصحه عامك هو مع نيم، وفي بالي من الاول معناها ملياني نورمالمون ملي يعني جيت في بالي معناها مع متفاهمه مع الجمعيه اسكو هما معناها انا باش نقرر اسكو نقعد ولا لا. بوغ لانستون ما فما الاكثريه يعني باش نغادر ليكيب، على خاطر اني عندي معناها عروض اخرين معناها، ولازم واحد يبدا ديما يكون طموح ويشوف ما خير، معناها كان اوفر خير وجمعيه خير ولا جمعية تلعب عندها أنجو آخر، علاش ليه؟ معناها واحد معناها يحب حاجة ديما يحب ما خير. وأنا معناها حسب ما حكي ما جمعية حكيوا مع لاجون تاعي اللي لاهي بيا، هو بحكي معاهم خاطر لازم يشوف نادي جديد، وإن شاء الله بقدر ربي أني حسب ما أنا ماني متأكدة وحسب ما حكيت ديرنييرمون مع لاجون تاعي، عنده دي كونتاكت أو دي زوفر من جمعيات في الدرجة الأولى الفرنسية، وإن شاء الله يا ربي اللي فيه الخير ربي يسهل فيه، وأني ديما معناها نغزر القدام ونحب ديما ما خير، وطموحي وحلمي هو أكبر من أني نلعب في فرنسا ولا نلعب في معناها جوست نلعب في شامبيونا فرونسيز ولا نلعب في شامبيونا في الدي ان، باش نلعب نحب نلعب على تيتر، نحب على نحب التتويجات، نحب طعم التتويجات، نحب ديما الربح، ونحب ديما ما خير، ديما نغزل القدام وديما نغزل ما خير. وكهو ان شاء الله هذا كل يجيش بالساهل، يجي بالخدمه، ولازم واحد يكون كيما يقولوها عنده قلب صحيح ويصبر برشا، خاطر الصبر واحد لازم يكون صبور بالقدا، وإن شاء الله ربي يوفقني وإن شاء الله ربي يكون معايا. احنا توا الشامبيون دافريك،
التيتر افريكان التتويج الافريقي ذا ما كانش بالساهل، كان بعد تعب وبعد تضحيه كبار من البنات الكل. الحمد لله ربي وفقنا ربي باش، وقلنا خاطر كل عام كل شفنا كل في بطوله افريقيا نخسروا النهائي بفارق كنت المنتخب الانغولي بفارق نقطه واثنين. المره ذي معناها عزمنا كل عزم باش الكوب افريقيا ذي نروحوا بها لتونس ونفرحوا بها التوانسه كل ونفرحوا بها رواحنا الاول او البدايه، على خاطر احنا اللي بالحق تعبنا وصبرنا برشا باش نجمنا وفقنا ربي باش نكونوا بطلات افريقيا ونشرفوا كره اليد التونسيه ونشرفوا بلادنا. بالطبيعة مثلا هذا معناها بطولة العالم فما معناها جمعة اللي هي معناها سومين إيها شيف اللي معناها الجمعيات الكل في العالم ما تلعبش في لي شامبيونال الكل. بالنسبة لبطولة افريقيا لا معناها الجمعيات تلعب في الوقت هذاك. بالنسبة لي أني لقيت برشا مشاكل معناها في جمعيتي خاطرني أني معناها ما جيتش، جيت للجمعية في شهر أكتوبر وشهر ديسمبر التحقت بالمنتخب بطولة كأس العالم وشهر جام في بطولة كأس افريقيا، هيك علاش معناها ما اندمجتش برشا في الجروب ومع البنات، وهيك علاش معناها كي بديت نلعب في نيم ما كنتش نلعب برشا وخاطر سي نورمال معناها جورة ما تترينيش برشا مع الجروب ولا ما ايش ديما مع الجروب ديما مع ليكيب ناسيونال ومع فريق الوطني، ما تنجمش تفك بلاصة مع زوز جوارات اخرين في نفس البوست في نفس المركز. هيك علاش معناها البطوله الافريقيه الوقت نتاعها يجي وفي وقت معناها السيزون تبدا معناها برشا ماتشويت بعد ساعات نهار الاربعاء وسبت نلعبوا ماتشويت. اما توا معناها البطوله الافريقيه الجايه ان شاء الله 2016 تبدل الوقت نتاعها باش يولي هو وقتها هو نفس وقت الكاس الاوروبيه، معناها كاس اوروبيه في البنات وفما الكاس الافريقيه بنات، دونك معناها الوقت نتاع الكاس الافريقيه الجاي تبدل خاطر الناس عرفوا اللي معناها اللي برشا جمعيات تضرت خاطر برشا جوارات افريقيات يلتحقوا بالمنتخبات نتاعهم في بطوله افريقيا، وتو تبدلت معناها ان شاء الله ما عادش فما مشاكل نتصور يعني خاطر يكون نفس الوقت مع البطوله الافريقيه، بالتالي معناها جمعيات الكل تبدا ما تلعبش الوقت هذاك.